الوقت نروح لعند الشيف تها أمال حتى تعطينا تفاصيل طبقنا لليوم. يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات اللي انضموا معنا لبرنامج صباح الخير، ودائما للطبخ في حصة، على أمل أنه نقدر دائما نعطيكم أفكار لذيذة وظريفة مهضومة، وأهم شيء تكون يعني ها اقتصادية، نشتغل من الأكلات اللي موجودين عنا بقلب البيت. لهيك اليوم رح نعمل معاكم الأرز البخاري، وجنب منه رح نعمل سلطة البطاطا، أكلتين طيبين لذيذين شهيين. هلا يمكن نقول أنه ما بيشبهوا بعض، بس مثل ما كنا بنحكي بداية الحلقة اللي كان عم يتابعنا، بدنا نحاول قد ما فينا نخفف هلا نوعا ما لحتى تخلص هالأزمة من الورقيات، يعني مشان ما لا سمح الله يصير شيء. لهيك اليوم رحت على سلطة البطاطا، يمكن بالبقى هي سلطة شرقية أو هيك شيء. خليني أول شيء أعرفكم على مقادير سلطة البطاطا. هون هأحتاج 3 حبات من البطاطا، هأحتاج زيت زيتون، خل، سما، أوريغانو، فلفل الأحمر، عندي هون درع، وبدي بصل جوانح تعطوا بهذا الشكل. بالنسبة للأرز البخاري، هون في عندي 3 من فخاد الدجاج، 2.5 كاس من الرز، هون في عندي بصلتين مبروشين، هون عندي كمية من البهارات هلا بنحكي عنهم، وهون في عندي بهارات خشنة. هحتاج بصلة، زيت نباتي، سمنة. أنا دائما بحب لما أطبخ الرز أخلط الاثنين مع بعضهم، معلقة من دبس البندورة أو صلصة الطماطم ما بيأثر، وهون في عندي شوي بقدونس للزينة. خلينا نبلش هلا انا وياكم باول شيء اللي هو حنشغل الغاز. مثل ما قلت رح اخلط معي هون نوعين، هنا السمنه والزيت النباتي، يعني اكله لذيذه وظريفه. واذا انتبهتوا الاغراض كلياتها بتكون موجوده عندنا البيت، رز، دجاج، يعني جزرتين، بصله، ما كثير بدنا اغراض. هضيف هون عندي سمنة، طبعاً بيضيف كل الكمية، لأنه بهي الطريقة أنا بدي أحط الفروج مع الطنجرة نفسه. هلأ في شغلة بدي ساويها هون، هي أنه أنا هلأ هضيف الجزر أول شيء، بس هأرجع شيله، بس خليه لحتى ياخد تقلاية خفيفة، بديش أرجع شيله. ليش بدي أرجع شيله؟ أنا بس بدي ياخد تقلاية، لأنه متى ما خليته تحت بقلب الطنجرة رح يدوب بنوب، لأنه هو أساساً أنا بارجته. بهذا الوقت خليني أنا أقطع البطاطا. بعد هي عشان تبين عليكم. مربعات بهذا الشكل، حنسقطهم دغري. انا مشعل المي تحت الغاز، حطيت عليه هون رشة ملح بس. هلا حنسقطهم، طبعا ما متبله هلا لحتى يستوي شوي. هلا بالنسبة للبطاطا انا ليش عم بتطيروا؟ بالنسبة للبطاطا انا بدي اياها يعني لا كثير رايحة نيفة ولا قاسية، يعني انا اقدر اكلها وضل محافظة على شكلها مشان يطلع شكلها لذيذ. هلا يمكن حدا يسأل انه نحن فينا نسلقها وبعدين نقطعها، بصراحة ما رح تزبط لانه هي بتكون رايحة نيفة. وانا بصراحة حتى صايرة اي نوع مفركة، اي نوع، اي شيء دغري عم حاول اتبع هي الطريقة بالتقطيع. اول شيء ما عم تاخذ معي سلق كثير على الغاز، اذا مثلا حبيت اعملها حتى لو بطاطا بيوري صايره بقشرها بقطعها هيك قطع صغيره دغري بتنهرس معي. وهي هيك خلصوا، ونسقطهم بالمي ونرجع لاكلتنا. بلش عندي يتقلى انا هون الجزر، رح احتاج هي كثير رح بتفيدني ما دامني انا قليتهم للبصلات، عفوا للجزر. هلا بدنا نرجع ونرجعهم نفس الصحن، ما مش ما بيحكي، بدي احاول صفيهم من السمنه. انا هدول بدي اياهم لانه اخر شيء انا على الوش يضلوا محافظين على هذا الشكل. عادي بالبيت يمكن امكم بتقولكم اعطوني البصله وهي تكون قاصده الثوم، تكون بدها ثوم بتقلك اعطيني البصله، فعادي نحن ما ندقق كثير. هلا هون شو رح اضيف انا عندي كميه، عفوا اول شيء البصله، هلا كنا عم نحكي عن النسيان ذاكره السمكه. هلا هون رح نقلي شوي البصله بهذا الشكل، رح اضيف هون مجموعه من البهارات الخشنه، اي نوع بهارات خشنه انت عندك، يعني هون عندي ورق غار، عندي لومي،
كزبرة يابسة هيك حبية لطيف، شو بتعطي طعمة طيبة. عندي هون كبش قرنفل، هيل ورق، وعندي هون عواد قرفة، نحقيمهم وضيفهم بهذا الشكل. أنا مثلا هلأ شميت ريحة البهارات بعدين بسقط الدجاج، بس حقلكم هون على البهارات اللي أنا بدي سقطها. هون في عندي فلفل أسود، كمون، عندي زنجبيل، بابريكا، بس هي هي بصراحة البابريكا شوي فيها حدودية، هي بترجع لست البيت. في عندي كزبرة يابسة، وفي عندي هون كركم، رح نقيمهم ونضيفهم. هلأ دائما كتار يسألوني إنه شيف ليش وقت لما مندوق عندك الأكلة طعمة البهارات بتبقى واضحة، بتطلع طعمة الرز غير شكل. شفتوا شو عملت أنا؟ دائما مع السمنة والزيت قلوا البهارات الخشنة والناعمة. هي الطريقة فعلا، هي سر نكهة الرز إنه اللي بتكون معه. هلأ هون عندي الدجاج، يا دوب هيك بدي أعمله هيك بهذا الشكل. هلأ رح نقيمه ونحطهم. أول شي بدي أقليهم من هذا النار. لاحظتوا؟ يعني أنا بهي الطريقة أخذت نكهة البهارات وضمنت إنه أنا الطعمة رح تطلع عندي بتاخذ العقل. دائماً رح أرجع أعيد إنه أنا بقلي مع الدجاج، قبل ما أقلي الدجاج دائماً بقلي بالزيت والسمنة البهارات الخشنة والناعمة. هلا أنا رح بقلبهم بهذا الشكل أنا لأنه بدي إياهم ياخذوا الشكل الأخير إذا قلبناهم. طيب هلا أنا شو ضل عندي؟ حط شغلة واحدة صغيرة اللي هي معلقة من دبس البندورة، أو ممكن مثلا تكونوا عاصرين بندورتين اللي بتكون اياه. هلا أنا بصراحة ما حابة أنزلهم قبل ما شوي تتقلى عندي كثير منيح. هلا شو رح ساوي أنا بغيابكم؟ رح أقليهم كثير منيح. عندي هون معلقتين من مثل ما قلت ممكن دبس بندورة، ممكن عصير من الطماطم. رد بنحاول قد ما فينا نخليها لحتى يستوي كثير منيح، وبترجعوا لعندي بعد شوي لحتى نطبق الرز ونطبق أنا وياكم سلطة البطاطا. بيكونوا مشلين ورنا خلصوا السيار تبعونا. ما صعب صعب ما بيخلصوا. أنا قاعدة عم أطبخ وأنتوا راسكم هيك. طيب احسري شو بنشوف بعض مثلا مرة بالأسبوع أو هيك، فبنكون هيك مجمعين. طيب أنا بدي مشاهدين يحكموا هلا بس لأطلع بيقولوا لي الأكلة طيبة، بليز بعطيني على الواتساب. طب ركزوا معي ركزوا معي بالطبخة. أنا كل مرة بدي أرجع عيدها. كمان هي بدنا نركز بالحلقة ولا بالطبخة ولا بالحديث، يعني كثير هيك كثير. يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات اللي ضلوا معنا واللي انضموا هلا لا برنامج صباح الخير. نحن اليوم بطبختنا عملنا اكله طيبه لذيذه، مقاديرها موجوده بكل بيت للي بيحب المندي، الكبسه، هدول القصص، ولكن هي اليوم اسمها الرز الرز البخاري. نحن بنقلب العمير الرز البخاري. رح ارجع عيد على السريع ونروح الطنجر انا وياكم لانه تقريبا ها شبه انه خلصت اكلتنا. هلا حنقيم. يا سلام هالروايه، يا الله شو بتمنى هيك، يعني لو في كاميرات ما بتعرفوا كم مع الايام تصير الريحه توصل لعندكم. هلا هون مثل ما انتم شايفين اول شيء كان عندي برشه جزرتين، قليتهم تقلاي وشلتهم، انا ما بدي شكلهم يتغير، بدي اضيفهم على الاخير وقمتهم على جنب. رحت على الطنجره بنفس السمنه والزيت، قليت بصل، ضفت فوق منهم البهارات الخشنه مع الناعمه، واكيد طلعوا عندكم المقادير على الشاشه. طبعا اي نوع من البهارات الخشنه فيكم تضيفوا من البهارات، حطيت كمون، كركم، زنجبيل، بابريكا، فلفل اسود، وحطينا كزبره يابسه، ضفتهم كلياتهم مع رائحه جدا جدا لذيذه وطيبه. وهون مثل ما انتم شايفين فوقه قليت فوق منهم الدجاج، يعني ما رح سقط هلا الرز، خليني اول شيء طبق السلطه. حطيت معه ممكن انتم اذا عندكم عصير بندورتين على الخلاط نعملهم تمام، ما في ما مشكله، بستعيد عنها بمعلقه من دبس البندوره. ارجع غطي وروح انا وياكم نعمل السلطه من هون لهي، برجع بسقط الرز. هلا بلشت كنت قبل شوي قاعده عم بفرم المخلل، هافرمه ناعم، بس قبل ما نفرم ناعم رح اشوف انا عندي شو صار بالبطاطا. يا سلام هذا القوام اللي انا بدي اياه، خلص ما بقى بدي اكثر من هيك، يعني هي لا رايحه نيفه ولا انه قاسيه، يعني انا اذا اكلتها هيك لها قرشه، بس قرشه طيبه. لا هلا
تمام، طفينا الغاز خلص هيك تمام. هلا لبين ما تبرد انا وياكم هون رح نساوي ما حضيفون عليها شوي لحتى تبرد، ممكن يفيدني هذا البريكس. حنحط اول شيء مخلل ناعم. يا لطيف شو طيبه هالسلطه، يعني عن جد حتى اللي بيكونوا عاملين دايت عم بيخففوه، كثير لذيذه وطيبه. بس طبعا المخلل اللي ما عنده ضغط ما لما يحط مخلل. انا سبحان الله كنت احب المخلل بشكل لا يوصف، اجت فتره خلاص ما عاد حبيته ابدا. ليش ما بعرف شو السبب، بس انتم حطوا مخلل هيك. وانا مثل ما انتم شايفين ما كترت مخلل، انتم بتحبوا تكتروا تزيدوا بترجع لكم. طبعا هلا انتم اي شيء بتحبوا تضيفوه على السلطه فيكم تضيفوا اي عنصر، بس انا جربت هي الطريقه جدا لذيذه وجدا رائعه، وجبت كذا صنف من سلطات البطاطا. بما انه هلا نحن حنبعد عن السلطات، لحاول قد ما فيني نعمل سلطات بعيده عن الورقيات، لانه في ناس ما فيها تقعد بلا سلطه، فحقدر قد ما فيني عم بعمل لكم سيرشات ورح طلع لكم مقادير لذيذه ومهضومه. هلا هون في عندي بصل قطعته جوليان او نحن بنقول له جوانح، رح نقيم ونضيف. هون في عندي ذره رح اقيم وضيف، بس مو الكل كان بدنا نحط على الوش. يلا هلا هون في عندي سماء كميه منيحه، شد اوريجانو بصراحه هي انا هلا تفالحت فيها ما كانت موجوده، بس هيك حسيت انه ممكن تلبق لها. هون حضيف هون شوي من البابريكا، زيت والله يمكن انتم لحالكم عم تقولوا فعلا هالخليط مبين كثير لذيذ، زيت زيتون مكتر. انا كترته لانه البطاطا عندي بتغب، ممكن تحطوا خل ممكن تحطوا ليمون، هلا خل منيح عم يمشي الحال. تمام هلا وانا قلت سلطه البطاطا لها خيارات كثير كثيره، بس اليوم نقيت لكم اطيب نوع مثل ما انتم شايفين. شوفوا يعني اظن يعني انه انتم هلا قلتوا واو، اكيد انا بشعر فيكم انتم عم تشربوا هالقهوه شو عم تقولوا شو عم تحكوا، عندي هي بيقولوا الحاسه السادسه. هلا رح نقيم ونضيفهم فوقها، ويا سلام على هالطبق الجميل بينهدى الملوك. بدكم نحط بقدونس ولا لا؟ ليكم على المنظر شوف، يا سلام والله الريحه. بس حذروا شو نسينا، ملح، وهي ملح. قد ما كانت مامياتنا شاطرين بالطبخ، وقد ما هي الا ما يمرق يوم تكون نسيانه ملح نسيانه شيء غلط. تمام وهيك سلطتي صارت جاهزه. هلا خليني اروح على الغاز، نوعا ما انا حسيت انه انا هلا عندي الفروج شبه استوى، بدي اقيمه وشكه. يا سلام شوفوا 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 رايح نيفه، خلص حقيم وسقيت الرز. شفتوا قديش سهله ولذيذه اكلتنا؟ هلا رح نقيم ونضيف رزاتنا فوقهم. طيب انا هلا شو بعمل لحتى ينجح عندي الرز؟ كل كاسه رز من الرز الطويل بتمنى رز طويل، بتاخذ معي كاسه ونص من المي. انا هلا عيرت ما عيرت، ممكن هيك شايفينها هون عند هي، ممكن هي سماكه بتكفيني. شو بعمل بساوي؟ حفظ والمتابعات يمكن انه انا ما بغطي الطنجره، هلا بخليها على نار قويه عم تغلي، متى ما تبلش تبقبق عندي بغطيها على النايس وبتركها تتهدى شي نص ساعة، وما ضل غير تروحوا لعند مشلين ورنع نقطع لهم السيرة ويرجعوا للصباح الخير. والله قاطعينا من شي دقيقتين. لا ناطرينك عم ركز هلا ركزت عم ركز بالاكل يعني بركي بنلحق شيء. لا بس عن جد شفتوا السلطة يا صبايا؟ والله شكلها ظريف. كنا عم نحكي انه مامياتنا بيعملوا سلطة البطاطا مع بندورة وبندورة ناعمة وبصل ناعم وهيك، انه هي شيء مختلف تماما. يعني انا ما مصدق انت تروحوا تكملوا، انا بدي اسكت عشان بدك تدوقي. هلا بس بدي اللي عم يحضرونا ينتبهوا وقت تقدم الطبق كيف بيصير، يعني بتكون طنجره ما شاء الله صحه وهنا شايف نحن يعني بس هيك نحن هي ما بتاكل غير الصحه يعني هي ما بتاكل غير الصحه. قال بقول لك متى الطباخ السم بيدوقه، كيف الشيف توهان عم تطبخ؟ لا بعيد الشر صحة والف هنا شيف، واكيد بنشوفك باخر الحلقة لحتى نشوف حخليكم صح المي احكي لنا شوي. شكرا لك شيف. اوقات بنكون مارقين من مكان معين